اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الإياب إليكم يس إن الإياب إليكم وإن الحساب عليكم وإن فصل الخطاب عندكم. After death we return to you, to these imams. Twelve imams, these humans. After death we return to you, and our judgment is upon you, and the final decision is with you. Now, is this something you can say about a creature? Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ghashiyah in the last two verses, 26 and 27. بسم الله الرحمن الرحيم إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. And then you find people who say that the Iyab is on, after death they return to these Imams. And their judgments are upon these Imams. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
starting with the Prophet of Islam, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Imams are regular people. How about you and Isa? He said when Isa's mother gave birth to him, Allah said to her, remove yourself from the Holy Land. Whereas when my mother wanted to give birth to me, Allah opened the Kaaba for her to enter. He said, how about you and Muhammad? He said, I am a slave of the slaves of Muhammad. They associated them to Allah. They committed shirk. You have committed shirk. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.